عليكم البنات، هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم ان شاء الله اللي غادي نوجدوه. غادي نوجدوا السردين كويرات كفته مع الباذنجان مشوي. نتمنى انكم تبقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيان ان شاء الله. اليوم وصفتنا اليوم السردين بواحد الطريقه اللي كيجي فريمون غزال. كواري ديال السردين كفته غادي نديرهم مع الباذنجان. هنايا انا خديت الباذنجان شويته وحيدت له هذيك، نقيته. وهنايا عندي كذلك السردين، شديت حتى هو نقيته مزيان درتو على هذا الشكل هذا. وهنايا عندي واحد ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه. هنايا عندي الهبره ديال الحامض المخير. هنايا عندي قزبر ومعدنوس. وهنايا عندي العطريه اللي فيها التحميره، شويه الكمون، شويه الابزار، شويه الملحه، وواحد القبيسه ديال الخرقوم باش يعطينا اللون. اذا ندوز انا وياكم الطريقه ديال التحضير. وفضلا وليس امرا، اللي كيشوف القناه ديالي تابونا عندي ولايك الفيديو وشكرا على بركه الله. انا غادي ناخذ السردين، ما غاديش نطحنو، غادي نقطعو فقط بحال هكا. ومن بعد غادي نزيد نقطعو بالاشواط. هذا الشكل هذا على هذا الشكل هذا غادي نقطعو. لا هو ولا الباذنجان ما غاديش نطحنو. يعني انا ما بغيناش نسحقو باش ملي نكونو ناكلو نحسو اننا كناكلو السر، ماشي نطحون بزاف بحال هكا نحسو بشي حاجه راه كنضغوها. انا تنستمر بحال هكا حتى تيولي لي هكا مدبدب على هاد الشكل هذا. وغادي نستعمل هذا الثاني. كنستعمل غير الاشواط كيف ما قلت لكم. انا غادي نستمر حتى نكمل التركين ديالي هكا بهاد الطريقة. وشوفوا معايا التالي كيف ما كتشوفوا السردين كيتهرس بحال هاد الطريقة هادي بهاد الاشواغ هذا. كذلك كناخدو الباذنجان حتى هو كنديروه بنفس الطريقة بالاشواغ. Thank you.
صافي كنحسوا على هذا الشكل سي بون. نديروا الطنجره الاخرى نفس الشيء اللي قبل. اي فوالا انا كملت الطنجره اللي عندي بهذه الطريقه هذه. انا غادي نضيفو هنايا وندوزو باش نجمعو العناصر كامله. اذا هنايا هذا هو السردين ديالنا، هذا هو الطنجره. غادي نضيفو الصبرو مع البنوس، غادي ندير هنايا اللب ديال الحامض، وهنايا ديك العطريه ديالنا. فريمون كيجي غزال، ما تقنعوش منه. هذيك الريحه ديال الباذنجان رائعه جدا. صافي دابا دمجنا العناصر، غادي نبداو نكورو، نديرو على شكل كويرات، وغادي نحطو في ديك صوص طوماط اللي طيبنا، فيها فقط ورق سيدنا موسى، وشويه ديال الزعتر، وقبيسه ديال الملح، والعناصر كامله ديال العطريه درناها هنايا. هنايا أنا حبيت مطيشة قطعتها رقيقة، درت فيها شويه ديال ورق سيدنا موسى، وحط ثلاثه الوريقات ديال الزعتر، شويه ديال المليحه، وغادي نخليها تطيب حتى تعقد ليا هاد لاصوص طوماط اللي انا اللي غادي ندير مع الحوت. فوالا هذا هو السردين مع داك الباذنجان. غادي نشدو ونبداو نكورو في كويرات الاحجام اللي بغيتو بطبيعه الحال. صافي ونحطو على هاد الشكل، ونحطو في صوص طوماط. أنا غادي نكور على هاد الشكل هكا. فريمون كيجي زوين مع ديك النكهه ديال الباذنجان المشوي، فريمون كيجي رائع رائع جدا، ما غاديش تقنعوا منه. نسيت ما ذكرتش لكم، انا هي استعملت كيلو ديال السردين مع هاد جوج حبات ديال الباذنجان المشوي.
كنقصوا عليه انا غادي نكمل الكويرات ديالي. فوالا انا هذا هو السردين ديالي حطيته هنايا، غادي نزيد عليه فقط الحامض هكا من الفوق، وغادي نضيف عليه الزيتون وغادي نغطيه عليه على نار مهيله ونخليه يطيب. هنايا انا غادي نقطع ديك الحامض هكا مقاطين وغادي نحطهم في السردين. انا هنايا غادي نضيف طريفات ديال الحامض الصغير، اصلا غير داك النص ديال ديك الحامض اللي خديت اللب ديالها صافي. وغادي نضيف شويه ديال الزيتون الاخضر بالعظم، وغادي نسد على الطاجين ديالنا يطيب على خاطره، وان شاء الله تبقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق كيفاش كيجي. هو السردين ديالنا صراحة على وشك قريب يطيب، ميم با واحد دو مينوت، وغادي نوجدو الطبق التقديم باش تشوفوه معايا. فوالا الغزالات، هذا هو الطاجين ديالنا كيجي على هذا الشكل، فريمون كيجي بنين بنين بنين، كنصحكم انكم تجربوه.